بس قبل ما أبدأ الفيديو، إذا ما كنت مشترك بالقناة أتمنى منك تنزل تشترك بالقناة، لأن بصراحة كلش دا أتعب بالفيديوهات والمونتاج وكله دا أسويه لعيونكم، فعلى الأقل اشترك بالقناة وانطيني لايك وأكون ممنونك أنا. يلا خلينا نبدأ المقطع. السلام عليكم شباب، اليوم جايب لكم طريقة تحكير الأورك. بس قبل ما أبدي الفيديو والشرح، أنت محتاج تسوي جيلبريك لتليفونك إذا ما عندك، وإذا ما تعرف تسوي جيلبريك راح يطلع لك بطاقة فوق بالفيديو، تدوس عليها بفيديو منزله قبل هسه أعلمك طريقة تنصيب السي دي وجيلبريك الهواتف الآيفون، ماشي؟ زين، أنت من تسوي جيلبريك وتنصب السي دي تخلص، يلا ترجع تشوف هذا الفيديو. أوكي، الطريقة تدخل هنا على سيديا، ماشي؟ راح نفتح لك هي سيديا، تجي على هاي ثاني وحدة سورس، تدوس هنا، تصعد فوق، تدوس إيديت، تدوس آت، ماشي؟ شوف هنا راح تكتب هاك يور، عفوا راح تكتب ريبو دوت هاك يور آيفون youriphone.org. الكتابة هاي هم راح اخلي لكم اياها بالوصف، اخاف ما واضحة عندكم، ماشي؟ هاي الكتابة تكتبها وتدوس هنا add source، ورا ما تدوسه ايش راح يطلع لك؟ شوف راح يطلع عندك هذا السورس hack your iphone، دوس عليه، دوس هنا all اول وحدة، راح تجي شوف بالصفحة تختار حرف L، احنا تنزل على L، راح تجي هنا دا تشوف اكو هاي مكتوبة local IAP store، هاي اللي عليها صح خضرة. اوكي هاي تدوس عليها، دوس هنا فوق، دوس انستال، تمام؟ هي انستال، انا مخزونة عندي فمن هذا دي يطلع انستال، ورا ما تخزنها تخلص تطلع من كل شي، ترجع تفتح الاورك. شوف طبعا الاورك هسه نزلته جديد حتى لا تقولون مهكر مدري شنو، راح اشوفكم قدامكم. شوف هسه اذا اختار منيو اختار سيت، شوف يقول لي الاورك ما مهكر عندك. زين بهالحالة شو تسوي؟ تدوس اول وحدة، اول اختيار المكتوب عليه في اي بي، تدوس في اي بي راح تطلع لك هاي الواجهة، تختار هنا كانسل، هاي كانسل المكتوب، تدوس على كانسل، شوف الاورك تهكر عندي خلاص. تجي مرت الاخ لود سيت كله تمام، شوف الأورك كله مهكر، لود سيت، قبل تنزل سيتات وتجي تفتحها عادي. إذا عجبك الفيديو استفاديت من الفيديو اشترك بالقناة، لأن بعد راح نزلكم فيديوهات أكيد راح تستفاد منها، وسوي لي لايك، وإذا عندك أي سؤال استفسار اكتب لي اياه بالتعليقات. في معنى الله.